هذه النجمه رقم 7 الفرنسي كون دوغبيا في اول مشاركه لي مع الانتر في ادموس، غاب عن اللقاءات الماضيه. اليوم مشاهدينا البدايه الاولى للنجم الفرنسي كون دوغبيا، لعيب ممتاز، هجمه في نص الملعب لبريسيتش، العرضيه جميله، الكارد الهداف على اليمين خطيره، استلام من كاندريفا، كاندريفا واللمحه والرؤيه، دامبروزيو ورا لكاندريفا، خطيره العرضيه والهدف، جول الهدف، الهدف سجلها، الهدف عملها نجم النجوم، نجم الانتر في هذا الموسم، النجم الارجنتيني، ابن التانجو الارجنتيني، النجم ايكاردي يسجل مشاهدينا الهدف الاول وهدف التقدم في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء. الهجمة رائعة والعرضية ممتازة جدا بقدم النجم الخطير كاندريفا وراسية بدون أي مشكلة بقدم القائد والكابيتانو، إنه يا سادة يا ناس النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي. النجم الأرجنتيني يسجل مشاهدينا هدف أول في اللقاء وهدف خامس للنجم إيكاردي في السيريا آ في هذا الموسم، هداف كبير، كان ناس رهيب، لعيب ذو امكانيات رهيبه وبيقدم في هذا الموسم موسم غير عادي وبدايه رائعه للارجنتيني ايكاردي في هذا الموسم مع الكبير الانتر بكل التاكيد. النجم الايطالي طبعا كوستا اللي النهارده بيغيب عن المشاركه في المباراه، هم دول اصحاب الهدفين الوحيدين لفريق امبولي في السيريا اه حتى الان في هذا الموسم طوال اربع جولات ماضيه. هجمه على اليمين في نص الملعب لامبولي ورا رقم 2 الفرنسي لوريني، تحضير من الحاجي، تصنيعه اللاعب واتش الدفاع بقوه قطعوها، باستيلو ممتاز، منطقه خطوره، ايكاردي والهدف، جول 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 جول، الهدف الثاني، الضربه الثانيه في لقاءات اليوم في مرمى امبولي، هو العريس، هو نجم النجوم، هو سوبر ستار، النجم الارجنتيني ايكاردي يسجل مشاهدينا الهدف الثاني وهدف التعزيز في الدقيقه 17 من عمل اللقاء، قطعه حلوه وبصه جميله سحريه بقدم البرتغالي ماريو، وطبعا اسيست رائع جدا والتحرك في منتهى الجمال والروعه بقدم ايكاردي وبيحطها ايه بمنتهى المهاره ومنتهى الثقه العاليه. النجم ايكاردي خطير خطير خطير، هداف هداف هداف، قناص 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 بكل تاكيد. هذا هو الخطير ايكاردي، لعيب ممتاز، بقول لكم بيقدم موسم ولا احلى ولا اجمل ولا اروع من كده موسم حتى الان مشاهدينا طوال خمس اسابيع من عمر سيريا اه في هذا الموسم.